ينضم إلينا الآن مباشرة دكتور رمزي حلبي الخبير الاقتصادي ورئيس إدارة منظمة تسوفن. أهلا بك دكتور. بداية في الاطلاع ربما على هذه المعطيات التي كشفت عنها دائرة الإحصاء المركزية فيما يتعلق برواتب الأكاديميين، لماذا تنقلب الصورة الآن، أو أن الصورة كانت منقلبة أصلا والأشخاص لم يروها بالحجم أو بالبعد الصحيح فيما يتعلق برواتب الأكاديميين؟ وطالما اعتقد بالتحديد المجتمع العربي أن الطريقة الوحيدة والسبيل الوحيد اللي ينقذ ربما من الأوضاع الاقتصادية الصعبة هو التعلم الأكاديمي. نعم، لنبدأ بشيء إيجابي أمير. أولا، هناك علاقة طردية واضحة وإيجابية بين مستوى التحصيل العلمي والدخل للفرد في إسرائيل بصورة عامة، وهذا ينسحب أيضا على المجتمع العربي. ولكن العامل العربي يعمل 21 ساعة أكثر من العامل اليهودي حتى في فروع التعليم والثقافة وأخرى، ولكن الأجر هو أقل بكثير، حوالي 45% أقل، ونحن نتحدث على 4435 شيكل أقل من العامل اليهودي. والسبب هناك لأربع محاور: أولا مستوى التعليم واللقب الثاني وما إلى هنالك، ثانيا مكان السكنة، يظهر أن مركز البلاد هو المركز للعملية الاقتصادية في إسرائيل، كل ما هو خارج تل أبيب هو أقل نجاحا من منطقة المركز، وهناك من يقول دولة تل أبيب وليس فقط مدينة تل أبيب. ثالثا فروع العمل، عندما تعمل في مجال الهايتك أنت تربح حوالي 28,000 شيكل في الشهر بالمعدل، ولكن عندما تعمل في الفنادق وفي الضيافة وفي أمور أخرى الأجور هناك متدينة. والعامل الرابع هو دخل الأسرة، يعني عندما تبدأ في أسرة متينة وقوية من ناحية اقتصادية هذا يعطي الدعم للعامل في هذا المجال. لذلك هذه الأمور المجتمعة تقول بأن الوضع مقارنة بين الأكاديمي وبين العامل في المجتمع اليهودي هو أفضل بكثير بنسبة حوالي 45% مقارنة بالعامل العربي. طب هل هذا يقول بطريقة أو بأخرى بأن على المجتمع العربي توجيه ربما عملية التعلم الأكاديمي والمسار الأكاديمي إلى مجالات محددة، وهذا ربما يتناقض مع التركيبة المجتمعية؟ يعني بدون أدنى شك ما تحدثت به أمير هو صحيح. يعني نحن، وأنت ذكرت كمان أنه أنا رئيس إدارة مؤسسة سوفن، نحن نعمل أساساً على تشجيع الطلاب العرب على الانخراط في مجال الهايتك والتقنيات العليا، خاصة أن هذا الموضوع هو مستقبل يظهر الاقتصاد الإسرائيلي. ويعني برضو إذا قلنا شيء إيجابي، في السنة الأولى في التخنيون في معهد الهندسة التطبيقية بنشوف أنه 25% من اللي بتعلموا في المجالات الهامة مثل الهايتك وكمبيوتر ساينس وغيرها بنشوف بيجوا من المجتمع العربي، وحوالي 60% منهم من النساء العربيات أو من الصبايا، وهذا طبعا شيء مهم. فلذلك هناك أخبار جيدة، ولكن سيأخذ بعض الوقت لكي تدخل هذه الإحصائيات في مجال العمل، خاصة أن بعدنا بنشوف أنه حوالي 40% فقط من النساء العربيات موجودات في سوق العمل مقارنة ب 78% من اليهوديات. لذلك علينا أن نعمل أيضا على تشجيع النساء العربيات الدخول العمل وتعليم الرياضيات 5 وحدات للدخول في مجالات التقنيات العليا، وهذا يرفع من مستوى الدخل للفرد وللأسرة العربية. طيب كيف من الممكن دكتور أن نتعامل مع فئات وشرائح كبيرة من المجتمع التي لا تميل إلى طبيعة ربما هذه المسارات الأكاديمية المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة والرياضيات والعلوم وما إلى ذلك؟ يعني على سبيل المثال هنا السؤال عن الأشخاص الذين تعلموا العلوم الاجتماعية في الجامعات أو فروع التربية والتعليم وما إلى ذلك. طب لماذا التعامل مع هذه المهن ربما يحط من رواتبهم في نهاية المطاف؟ نعم، يعني أنت تتحدث عن ظاهرة مهمة جدا، وهي عملية التوجيه في المراحل المبكرة للدخول في سوق العمل. يعني عندما نبدأ بالطلاب، نحن بدأنا في الأول في مثلا في تسوفن بدأنا في خريجي المعاهد العليا، ولكن شفنا أنه لازم نبدأ في المدارس الثانوية أو خلال تعليمهم الأكاديمي لتوجيههم إلى الفروع التي
تعتبر هاي بيد أو تدفع الأجور الأعلى. هناك أيضا حواجز، يعني في الماضي كانت حواجز لأن قسم من هذه المجالات تعمل في المجال الأمني، وطبعا هناك عدم وجود العرب، هذا الشيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. لاحظنا أيضا أنه في فرق حتى بين الطوائف في المجتمع العربي، شفنا أنه العامل الإسلامي يعني يدخل حوالي 8500 شيكل، بينما العامل في المجتمع المسيحي يدخل 11200 شيكل، يعني في حتى فرق ما بين المجتمع العربي في داخله، فهذه أمور يجب أن نتعامل معها. والحل هو أن نحن على أبواب افتتاح سنة دراسية، رفع مستوى التعليم في المدارس العربية، التوجيه إلى الفروع التي يمكن أن تجد فيها عمل في الاقتصاد الإسرائيلي. نحن منشوف أنه في كثير من الفروع التقليدية لم تعد تنفع بالنسبة للمجتمع العربي، ولذلك يجب التوجيه وأيضا الدعم. دكتور حلبي، قد تكون هذه الفكرة فعلا منطقية وعملية في بلادنا، لكن إذا ما نظرنا إلى دول أخرى كيف تتعامل مع المعلمين والمدرسين على سبيل المثال، وهناك فرق شاسع وهو كبيرة جدا بينما كيف يتعاملون في الغرب مع المعلم ورواتب المعلمين وما يواجهه المعلم الآن مع الأزمات المتواصلة. لماذا؟ صحيح يا أمير، بالأمس اطلعنا على معطيات مقارنة بين إسرائيل ودول الـ OECD وحتى دول أخرى، وشفنا إنه إسرائيل هي في المكان قبل الأخير بالنسبة لمستوى المعلمين والمعلمات في المدارس. نعم. وشفنا إنه في يجب هناك استثمار أكثر لكي يدرس أكثر المعلم ويتفانى أكثر في العمل، ونحن شايفين إنه بالرغم إنه ميزانية وزارة التربية والتعليم هي الميزانية الثانية في إسرائيل، والآن في مطالبة برفع مستوى الأجور، ولكن لا توجد هناك آلية لكي تفرق بين المعلم الجيد والمعلم غير الجيد، وكيف يمكن أن نشجع هذا الطاقم أن يعمل بشكل مهني أكثر. نعم. وأن نحصل على نتائج أفضل، ولا يكفي أن نتحدث عن نتائج البقروت، بل يجب أن نتحدث عن جودة هذه العلامات وكيف فعلا يمكن أن تسهل الطريق إلى المعاهد العليا وإلى الفروع التي تدخل الأجور. ولا شك أن مجتمعنا العربي إذا أخذناه بالمجمل تصور مستوى الدخل للمجتمع العربي هو 61% فقط مقارنة بالمجتمع اليهودي، فمعنى ذلك أنه نحن في يعني في فرق شاسع، وهذا يحتاج إلى درس صحيح. والآن أمامنا كما ذكرت يعني خطة خماسية، يجب أن يكون استثمار في مجال التربية والتعليم، في مجال التوجيه المهني، وأيضا في دعم الطلاب في المعاهد العليا، ومن خلال أيضا إدخال برامج جديدة ودعم حتى من ناحية الثقافة وتقوية الشخصية. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة دكتور رمزي حلبي، المختص الاقتصادي ورئيس إدارة منظمة تسقفن. شكرا جزيلا. أهلا بك إلى اللقاء.